صباح الخير يا شباب. ألو، صباح الخير. صباح الخير يا دكتور، مين معايا؟ يوسف ولا مين؟ أنا أحمد محمد عبد الكريم. أحمد. أخباركم إيه النهاردة يا أحمد؟ بخير الحمد لله. الحمد لله يا دكتور، تمام. الحمد لله. هل الناس ابتدت تخش ولا لسه؟ في ناس ابتدت تدخل، يعني ممكن 5 دقايق كده على ما الناس كلها تدخل يا دكتور. هديك 5 دقايق ونبتدي إن شاء الله بعد كده على طول إن شاء الله. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب. هنتكلم مع بعض النهارده عن
النايكس كريتيريا فور ستابيليتي. يعني احنا نتكلم عموما على الاستابيليتي بتاع الكنترول سيستم. نتعرف على ايه هو الديفينيشن بتاع الاستابيليتي وخلاص. مش هنتكلم على الراوس هيروس كريتيريا لان الدكتور وليد اتكلم بقى معاكم عليها. وبعدين ابتدي اتكلم معاكم على النايكس استابيليتي كريتيريا وازاي ان انا استعملها عشان اعمل بيها تيستينج للاستابيليتي. واحدد برضو حاجه اسمها الجين والفيز مارجن بتوع السيستم من الفريكوانسي ريسبونس. وبعدين بنشوف البوت بلوتس اقدر اجيب منه اتعرف منه على الاستابيليتي بتاع السيستم ازاي واجيب منه الجين مارجن والفيز مارجن ازاي. احمد معايا؟ احمد احمد معايا يا دكتور؟ ايوه الصوت واصل. الصوت واصل يا دكتور. والسلايدز موجوده قدامكم على الشاشه؟ موجوده يا دكتور. طيب نتكلم على الديفينيشن بتاع الاستابيليتي. بيبقى في عندي الاستابيليتي اللي هي بيطلق عليها الابسوليوت استابيليتي او بيطلق عليها الباوندد انبوت باوندد اوتبوت استابيليتي البي اي بي او استابيليتي. فديت بتعني بالمقام الاول ان انت بتتكلم على البولز بتاعه الكلوز لوب سيستم لابد ان يبقى كلها في الليفت هاف سايد بتاع الاس بلين. يعني الريال بارت بتاع البولز ديت يكون بالنيجاتيف عشان اي تبقى اي اوسيليشنز تبقى يحصل لها دامبنج وبالتالي توصل لسيدي ستيت سوليوشن. في كمان عندي المارجنال ستابيليتي لما يبقى بعض البولز ديت موجوده على الايماجينري اكسس. فالسيستم بيبقى بقول عليه مارجنال ستيبل على اساس ان لبعض الانبوتس بيبقى ستيبل لبعض انبوتس مختلفه ثانيه ممكن يبقى السيستم ان ستيبل. طيب بنعمل تيستينج للستابيليتي زي ما قلت قبل كده معاكم ان بنتكلم دايما في الكنترول سيستم بنتكلم على لينير تايم انفيريانت سيستم. لينير يعني العلاقه ما بين الانبوت والاوتبوت علاقه خطيه. يبقى لما احط مثلا انبوت اكس 1 يطلع لي واي 1، لما احط انبوت اكس 2 يطلع لي واي 2، لما احط مجموعه اكس 1 زائد اكس 2 يطلع لي المجموع بتاع واي 1 زائد واي 2. يعني اقدر اطبق السوبر بوزيشن ثيوري بسهوله. وكلمه تايم انفيريانت يبقى معناها ان البارامترز بتاعه السيستم دوت ثابت ما بتتغيرش مع التايم. يعني لو بتكلم مثلا على هيتر واخد بالك، الهيتر دوت طول ما بيطلع هيت ممكن مع الوقت البارامترز بتاعته تتغير، الريزيستنس مثلا بتاعت الكويل بتاعه تتغير واخد بالك. يبقى لا انا بتكلم او الشغل بتاعنا كله مبني على اساس ان ايه لينير تايم انفيريانت سيستم، مفيش تغير في البارامترز. عشان اعمل تيستنج للاستابيليتي دوت يبقى انا ببص على الروتس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. ايه هي الكاركترستيك ايكويشن؟ اللي هي 1 زائد جي اتش واخد بالك، 1 زائد جي اتش، 1 زائد الاوبن لوب فانكشن واخد بالك. جت منين؟ جاي ان 1 زائد جي اتش دي اللي موجوده في المقام بتاعه الفيدباك سيستم. لما اقول سي على ار بيطلع جي على 1 زائد جي اتش، فهي اللي موجوده في المقام. يبقى البولز بتاعه الكلوز لوب اللي هي الزيروز بتاعه 1 زائد جي اتش. في ديفرنت ميثودز عشان اعمل بيها تيستنج للستابيليتي. فمن ضمن الميثود اللي احنا هنتكلم عنها اللي هي النايكس كريتيريا. خلاص انا قلت الراوس هيروس الدكتور وليد يتكلم عنها معاكم قبل كده، خلاص مفيش مشكله فيها. نتكلم على النايكس نود. النايكس اقدر اعمل بيها تيستنج للستابيليتي بتاعت الكلوز لوب سيستم، وسواء كان ابسولوت ستابيليتي او ريلاتيف ستابيليتي. ايه هي ريلاتيف ستابيليتي؟ ريلاتيف ستابيليتي قد ايه السيستم اللي هو ستيبل دوت قريب من الباوندري بتاعه الابسولوت ستابيليتي. السيستم بيقول عليه ان هو ستيبل من ناحيه اللي هو ابسولوت واخد بالك. طب قد ايه هو قريب من الباوندري بتاعه الابسولوت ديت؟ كل ما يقرب من الباوندري كل ما يبقى الستابيليتي بتاعته او المارجن بتاعه ضعيف. يعني اي تغير او اي تشينج ممكن يغير في الكونديشن بتاع الاستابيليتي بتاعته. لكن لما يبقى عندي مارجن اكبر يبقى ببعد عن هذه الباوندري.
عشان نتفاهم النايكست كريكتيريا بتاعت الاستابيليتي. بص معايا مع بعض على الكلوز لوب سيستم اللي موجود قدامك. في لوب سيستم اللي هو لوب فانكشن اللي هي جي اس جي اوف اس او اللي هي جي اتش, لما يبقى الاوبن لوب لما افتح ان هو تبقى الاوبن لوب بتاع جي اتش واخد بالك. ولما اجيب الكلوز لوب اللي هو سي على ار الاوتبوت على الانبوت فبيطلع ان هو جي اوف اس على 1 زي جي اتش. قلنا زي ما قلت لك ان المقام دوت واخد بالك هو ده اللي بيطلق عليه اسم كاركترستيك ايكويشن واخد بالك. البولز بتاعت سي على ار البولز يعني ايه بول؟ يعني لما عوض بالقيمه بتاعته يقوم يطلع لي ان سي على ار بيساوي انفينيتي. طب امتى تساوي انفينيتي؟ لما يبقى المتضاد بيساوي صفر, 1 زي جي اتش يساوي زيرو. يبقى البولز بتاعت سي على ار هي الزيروز بتاعت 1 زي جي اتش, يبقى هي الزيروز بتاعت الكاركترستيك ايكويشن. تعال نبص على ال 1 زي جي اتش. انا هسميها دلوقتي اف اوف اس, اف اوف اس اللي هي 1 زي جي اتش. ف الكاركترستيك ايكويشن لما بتساوي زيرو واخد بالك زي ما قلت لك بتطلع الزيروز بتاعتها اللي هي بتاعت الكاركترستيك ايكويشن اللي هي في مقابله للبولز بتاعت الكلوز لوب سيستم. اما بص على الاوبن لوب اللي هي جي اتش وفرضت ان ليها مثلا بسط ومقام ان بتاع اللوب ودي بتاع اللوب او الاوبن لوب والاوبن لوب يعني, يبقى الاف اوف اس اللي هي 1 زي جي اتش تبقى 1 زائد ان على ال اللي هي ما ابص على الـ واحد المقامات هنا ولا حاجه يبقى يطلع لي انها دي ال زائد ان ال على دي ال. هتلاقي ان الكاركترستيك ايكويشن والاوبن لوب الاثنين ليهم نفس المقام دي ال ودي ال, لكن يختلفوا فين؟ في البسط واخد بالك. يبقى لما بتكلم على الكاركترستيك ايكويشن البولز بتاعتها بتاعت الكاركترستيك ايكويشن مش بتاعت السيستم, البولز بتاعت الكاركترستيك ايكويشن البولز اللي هي الخاصه بالمقام هي بالظبط زيها البولز بتاعت الاوبن لوب, لكن الزيروز بتاعتها مختلفه عن الزيروز بتاعت الاوبن لوب. وانا بيهمني ان انا اجيب الزيروز بتاعتها علشان الزيروز بتاعتها هي دي البولز بتاعت الكلوز لوب سيستم واخد بالك. يبقى انا في المقام الاول بدور على الزيروز بتاعه الاف اوف اس واخد بالك عشان هي دي البولز بتاعه الكلوز لوب سيستم. ولما اعرف ان الزيروز ديت موجوده في الليفت هاند سايد يبقى السيستم ستيبل, لو الزيروز ديت موجوده في الرايت هاند سايد او اي واحد منهم موجود في الرايت هاند سايد يبقى السيستم بتاعي ان ستيبل. يبقى الكونكلوجن بتاع الحته ديت ان البولز بتاعه اف اوف اس هي البولز بتاعه جي اتش زي ما قلنا اللي هو بتاعه المقام, المقام هنا اهوت امتى يساوي زيرو زي ما ده بالظبط نفس المقام يساوي زيرو. لكن الزيروز بتاعت الاف اوف اس هي الروس بتاعت الكاركترستيك ايكويشن, وهي لما اقول المعادله ديت بتساوي زيرو تديني هذه الروس او تديني الزيروز بتاعت الاف اوف اس. زي ما اتفقنا ان لو الزيروز بتاعت الاف اوف اس او بتاعت الكريستيك ايكويشن موجوده في الرايت هاند سايد بلين بتاعت الديسيبلين يبقى السيستم بتاعي ان ستيبل واخد بالك. وعلشان اعمل تيستنج بقى بالنايكس خلاص نبتدي ندور على طريقه اشوف هل في زيروز للاف اوف اس في الرايت هاند سايد بلين ولا لا. ان كان في زيروز في الرايت هاند سايد بلين يبقى السيستم ان ستيبل, لو ما فيش زيروز في الرايت هاند سايد بلين يبقى السيستم بتاعي ستيبل. يبقى عليا ان انا اعمل تيستنج في الرايت هاند سايد بلين بتاع الديسيبلين واشوف هل في زيروز ولا لا. ده يستدعي ان احنا نرجع شويه للماس بتاعنا وخاصه الكومبلكس ماس واخد بالك الكومبلكس نمبر ماس, ان بنتكلم على حاجه اسمها البرنسبل اوف ذا ارجيومنت واخد بالك في الكومبلكس نمبر ثيوري. مش طبعا مش هنخش في الديتيلز بتاعتها لكن هديك الملخص بتاعها اللي هو يفهمك احنا بنعمل ايه بالظبط. قبل ما نروح لل principle of the argument ديت واخد بالك, تعال نبص مع بعض على حاجه اسمها ال function mapping. يعني ايه function mapping؟ انا عندي ال function f of s اللي هي ال close loop واخد بالك اللي هي بتاعت اللي هي المقام بتاع ال close loop system او اللي هي ال characteristic equation واخد بالك. ولو اغير في ال s واخد بالك يبقى ال function ديت يعني في ال s plane اغير في ال s
مقابلها ايه في البرين بتاع الفانكشن دي. فتعال كده بص مع بعض قبل ما نبتدي نشوف التغير دوت، بنعمل شويه تعريفات. اما بقول لك ان في عندي نقطه في الاس بلين او في الكومبلكس بلين، واخد بالك، نقطه زي نقطه اي، والف حواليها بكونتور، واخد بالك، اللي هو الكونتور الاخضر دوت اللي هو هسميه تاو، واخد بالك، وبلف في اتجاه الكلوك وايز. يبقى الكونتور تاو دوت بقول عليه ان هو كلوك وايز انسيركلمنت اوف بوينت اي، يبقى بينسيركل بوينت اي في اتجاه الكلوك وايز. يبقى لو في عندي بوينت في الاس بلين مثلا ولفيت حواليها بكونتور في اتجاه الكلوك وايز، فانا بانسيركل هذه البوينت في اتجاه الكلوك وايز. ممكن اعمل انسيركل للبوينت ديت في الاتجاه العكسي في الكاونتر كلوك وايز، يبقى ده الفرق ما بين الاثنين، واحده في اتجاه الكلوك وايز واحده في الاتجاه الكاونتر كلوك وايز. يبقى اقدر اعمل انسيركلمنت في اتجاه الكلوك وايز او في اتجاه الكاونتر كلوك وايز. طيب نفس الكونتور دوت لو اخدته برضو في الاس بلين، واخد بالك، او في اي بلين، اي كومبلكس بلين، وبعدين عايز بقول بيحتوي على اني اريا، ايه الاريا اللي بيحتويها؟ الديفينيشن بتاع الانكلوزمنت اللي هو انكلوز اني اريا او يحتوي على اني اريا، بيقول والله يحتوي دايما على الاريا اللي على يمين اتجاه الكونتور. الكونتور ده ماشي كلوك وايز، يبقى اللي على يمينه، واخد بالك، يبقى يحتوي على الاريا بتاعته. يبقى الكونتور دوت بيحتوي على اريا اللي هي على يمينه، وبرده نفس الكلام الكونتور ده بس عشان ماشي في الاتجاه العكسي فاللي على يمينه يبقى بره، يبقى الكونتور ده بيحتوي على الاريا الخارجيه دي كلها اللي هي تبقى على يمين الكونتور. يبقى في تعريف عندي للانسيركلمنت او للانكلوزمنت. انسيركل يبقى بيحتوي نقطه او بيلف حوالين نقطه في اتجاه معين، اما في اتجاه الكلوك وايز اما في اتجاه الكاونتر كلوك وايز. هنا بيحتوي على اريا معينه، بيحتوي على الاريا اللي هي على يمين اتجاه اللف. انا بلف في اتجاه الكلوك وايز، يبقى اللي على يمين يبقى هي الاريا المحصوره جوه هذا الايه الكونتور بتاعي، او لو بلف في اتجاه العكسي تبقى الاريا اللي على يميني هي الاريا الخارجيه اللي موجوده قدامك. طيب لما بتكلم على الفانكشن مابينج، زي ما قلت لك عندي الفانكشن اف اوف اس، يبقى لو اجي اخد في الاس بلين، في الاس بلين اجي اخد كونتور، واخد بالك، واحرك عليه الفاليو بتاعت الاس بتاعتي، اخدت الكونتور مثلا في اتجاه الكلوك وايز، هحط عليه الفاليو بتاعت اس واحد، اخدها واعوض بيها في الاف اوف اس، يبقى يطلع لي قيمه للاف اس 1. احط الفاليو بتاعت اس 2 يطلع لي قيمه للاف اس 2. احط الفاليو بتاعت اس 3 يطلع لي القيمه بتاعت اف اس 3. هلاقي ان كل نقطه من دول يقابلها نقطه في الاف اس بلين، في الاف بلين، واخد بالك، اللي هو ده الريال بتاع الاف والمجر بتاع الاف، هنا الريال بتاع الاس والمجر بتاع الاس، يبقى ده الاس بلين ده الاف بلين. فيبقى كل نقطة يقابلها نقطة في الاف بلين، والكونتور دوت بادئ بالنقطة اس واحد، ولما الف وارجع لاس واحد تاني بنفس الكلام بالنسبة للكونتور ده، ابتدي من اف اس واحد وحلف وارجع تاني لاف اس واحد. طيب بشرط ايه؟ بشرط ان الكونتور اللي في الاس بلين دوت ما يعديش على بولز بالنسبة لي الاف اس، لان لما لو يعدي على بول اجي اعوض هو بقيمه البول يطلع لي المقام بزيرو، واخد بالك، تطلع القيمه انفينيتي، ملهاش وجود ان هو في الاف بلين، واخد بالك. فيبقى دايما باخد الكونتور بتاعي دوت لا يحتوي، او انا اسف، لا ما يعديش على، ما يعديش على بول، ما يمرش على بولز في للاف اس بلين. طيب يبقى لما بيلف حوالين يعمل لفه هنا اهوت، يقابلها مثلا لفه موجوده في الاف بلين. لما انت شايف ان هو انا اخدت الكونتور في اتجاه معين، واخد بالك، اخدت الكونتور في اتجاه معين اللي هو اتجاه الكلوك وايز، وعديت على اس 1 اس 2 اس 3، وبعدين لما جيت رسمت الاف بلين رسمت الكونتور في الاتجاه العكسي وعديت على اف 1 اف اس 1 واف اس 2 واف اس 3. الكلام ده يعتمد على ايه؟ امتى يلف في نفس الاتجاه وامتى يلف في الاتجاه العكسي؟ لو كان الكونتور اللي في الاس بلين دوت يحتوي على او بينسيركل بينسيركل زيروز زيرو للاف اس، يبقى هيلف في نفس الاتجاه. ان كان بيحتوي على بول
يلف في الاتجاه العكسي. طب لما اقول لك دلوقتي اني خدت كونتور اهو ولقيته لف حوالين في الاتجاه العكسي مثلا مره واحده، يبقى بيحتوي على ايه ده؟ على بول ولا على زيرو ولا بيحتوي على ايه؟ ايه حاجه عايز يرد؟ على بولز يا دكتور. بيحتوي على بولز. كلامك ما هوش سليم 100%. كلامك ما هوش سليم 100%. نعم، عدى على بولز. يعني ممكن يكون يحتوي على بول وحيد، ممكن يحتوي على تو بولز وواحد زيرو، يبقى النت في الاخر وان بول، يبقى هيلف لفه في الاتجاه العكسي. واخد بالك؟ ممكن يحتوي على اي عدد من البولز واي عدد من الزيروز بس اقل منه بواحد. هل الكلام ده واضح؟ يبقى دايما دايما لو يكون بيحتوي على زيرو الكنترول المقابل له هنا يلف حوالين الاورجن، يلف حوالين الاورجن، اوعى تنسى، يلف حوالين الاورجن في اتجاه، في نفس الاتجاه بتاع الكنترول دوت. يحتوي على بول يلف برضه حوالين الاورجن في الاتجاه العكسي. يحتوي على مجموعات من البولز والزيروز يوم يلف على حسب مين فيهم الاكبر، الزيروز ولا البولز. إذا كانت الزيروز أكبر من البولز يقوم يلف بالفرق بينهم، مثلا الزيروز مثلا 2 والبولز 1، يقوم يلف يعمل لفة واحدة في اتجاه بتاع الايه اللف بتاعك، اللي هو دايما الزيروز هناخدها، أو دايما هناخد الكنترول بتاعنا دوت يلف اتجاه الكلوك وايز، يبقى هيلف لفة في اتجاه الكلوك وايز. لو كان الزيروز مثلا 3 والبولز 1 فرق 2، يقوم يلف هنا لفتين في اتجاه الكلوك وايز حوالين الأوريجن. إذا كان الفرق منهم أي عدد يوم يلف عدد اللفات اللي هو الفرق بينهم ديت حوالين الأورجن، بس يلفها فين؟ اتجاه الكلوك وايز ولا اتجاه الكاونتر كلوك وايز؟ إذا كان الزيروز هي المتغلبة هيلف في اتجاه الكلوك وايز. إذا كان البولز هي المتغلبة يلف في الاتجاه العكسي اللي هو الكاونتر كلوك وايز. أوكي؟ يبقى ده الملخص بتاع الفانكشن مابينج، إني لما بعمل كونتور في الإس بلين يحتوي على زيروز او بولز او اي بتاعت فانكشن معينه ولتكن مثلا الاف اوف اس ديت، وباخد الكنترول دوت في اتجاه الكلوك وايز، انا قررت ان اخده في اتجاه الكلوك وايز دلوقتي، يبقى هلاقي ان في الاخر في الاف بلين هلاقي ان في كنتور بيلف حوالين الاوريجن، حوالين الاوريجن عدد من اللفات يساوي الفرق ما بين الزيروز والبولز، فان اتجاه في اتجاه الكلوك وايز او اتجاه الكاونتر كلوك وايز على حسب الزيروز اكتر ولا البولز هي اللي اكتر. طيب ايه هو عشان ابتدي النايكست كريتيريا، يبقى بحدد حاجه اسمها النايكست باث، المسار بتاع نايكست. احنا بنعمل تيستينج للاستابيليتي، وعشان اعمل تيستنج للثابتي قلت مش عايز اي زيروز تبقى موجوده في الرايت هاند سايد بلين، فهو بياخد الباس بتاعه او بياخد الكونتور بتاعه يحتوي على كل الرايت هاند سايد بلين. ادي الاس بلين، ده الاس بلين اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي، وبعدين بيجي هنا بيوقع البولز بتاعته بتاعت الاف اوف اس، واخد بالك، وبعدين بياخد كونتور يحتوي على كل الرايت هاند سايد برين. ايه هو الكونتور اللي يحتوي على كل الرايت هاند سايد برين؟ اللي هو ياخد الايماجينري اكسس من ناقص انفينيتي الى زائد انفينيتي، وبعدين ياخد ريديوس دايره او سيمي سيركل الريديوس بتاعها بيقول الى انفينيتي، وتحتوي على كل المجموعه اللي هي في الناحيه اليمين. يبقى انا غطيت كل الرايت سايد هاند برين. طيب افرض ان في بعض البولز وقع على الكونتور دوت، زي ما قلت لك ما اقدرش اعدي عليها، ما اقدرش اعدي عليها عشان اغير في الفاليوز اللي حواليها، فلازم يا اما اطلعها بره يا اما ادخلها جوه، يا اما اطلعها بره الرايت هاند سايد برين يا اما ادخلها جوه الرايت هاند سايد برين. ازاي؟ عن طريق سيمي سيركلز صغيره، واخد بالك، يبقى انا ماشي في الاتجاه دوت طالع لفوق، وبعدين باخد سيمي سيركل ديت بلف في الاتجاه دوت، طلعت البول دوت بره، وبعدين اكمل، وبعدين برضه طلعت البول الثاني، طلعت البول الثالث، وكملت الرايت هاند سايد برين بتاعي. السيمي سيركل الصغيره ديت الريزنس بتاعها اقل ما يمكن، يقول الى الزيرو.
كل ده علشان ايه؟ عشان ما اخليش النايكست باس بتاعي يعدي على بولز ابدا، عشان لما اجي اعوض في الفانكشن ما يطلعليش النتيجه بتاعتها بما لا النهايه. هل الكلام ده واضح؟ يبقى الكونتور او النايكست باس بتاعي بنقيه بحيث يحتوي على كل الرايت هاند سايد بلين من ناقص انفينيتي الى زائد انفينيتي، والريديوس بتاعه يقول الى انفينيتي، وفي نفس الوقت ما يعديش ابدا على بولز موجوده للفانكشن اف اوف اس، لإما يطلعها بره لإما يدخلها جوه. يعني ممكن كنت اخد السيمي سيركل الصغيره ديت الناحيه الثانيه الناحيه دي، بيبقى ساعتها البول دخل جوه الرايت هاند سايد بلين. اوكي طيب، من قبل شويه كنا بنتكلم بيقول لو اخد الكونتور ده في الاس بلين او الكونتور المقابل له في الاف اس بلين اقدر ارسمه، وبالك والكونتور اللي في الاف اس بلين هيلف حوالين الاورجن عدد من المرات يساوي الفرق ما بين الزيروز والبولز. فلو عارف البولز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين هنا اهوت، وعارف عدد اللفات حوالين الاورجن اللي هتطلع لي من الرسمه بتاعتي، اقدر احدد الزيروز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين، واقدر اقول اه والله السيستم ستيبل او انستيبل. لو الزيروز طالعه بزيرو والقيمه بتاعتها بصفر يبقى السيستم ستيبل، لو الزيروز طالعه القيمه اللي ليها قيمه معينه يبقى في عندي زيروز موجوده في الرايت هاند سايد بلين يبقى السيستم انستيبل. يبقى الفكره بتاعت نايست ان انت في تغير فيه او الاول ترسم باص للنايكس اللي هو يحتوي على كل رايت هاند سايد بلين ما يعديش ابدا على بولز للفانكشن بتاعت اف اوف اس، وبعدين ترسم ما يقابل هذا الباص في الاف اف بلين، وتشوف عدد اللفات حوالين الاورجن قد ايه، وعدد اللفات ده لابد ان هو يساوي الزيروز ماينس البولز. عارف النمبر اوف بولز اللي موجوده هنا اهوت، اقدر احدد النمبر اوف زيروز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين، واقدر اقول السيستم ستيبل او انستيبل. طيب بص كده الكام مره ثانيه اعيده علشان اللي ما اتبعش معايا، بس اعيده بقى بطريقه مختصره شويه. انت عاده بتبقى عارف البولز بتاعت الاف اوف اس، عارف منين البولز بتاعت الاف اوف اس؟ لان البولز هي بص كده معايا اتكلمنا عنها قبل كده، البولز بتاعت اف اوف اس اللي هي الروس بتاعت دي ال اللي هي جايه من الاوبن لوب. يبقى لو عندي الاوبن لوب فانكشن واجيب البولز بتاعتها هي البولز على طول بتاعت الاف اوف اس، وبعدين اخد البولز بتاعت الاف اوف اس ديت واوقعها في الاس بلين، اوقع البولز في الاس بلين، واخد الكونتور بتاعي اوقع البولز دي في الاس بلين. جايز بعضها يقع يبقى واقع على الايماجينري اكسس، جايز بعضها يكون واقع على الريال اكسس في او جوه هنا في الليفت هاند سايد، جايز يكون بعضها واقع في الرايت هاند سايد. وبعدين ابتدي اخد النايكس باس بتاعي ارسمه من ناقص انفينيتي الى زائد انفينيتي، ويحتوي على كل الرايت هاند سايد بلين وما يعديش على بولز ابدا، لما اطلعها بره لما ادخلها جوه زي ما قلنا، واشوف النمبر اوف بولز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين. افرض هنا كان في واحد ودول طلعتهم بره زي ما انت شايف كده، يبقى العدد واحد، لكن لو كنت دخلتهم جوه يبقى العدد بتاعت البولز اصبحت 1 2 3، والواحد اللي موجود هنا يبقى 4. واخد بالك؟ يبقى الاول بحدد البولز بتاعت الاف اوف اس اللي هي البولز بتاعت الجي اتش واوقعها في الاس بلين، وبعدين ارسم النايكست باس بتاعي ما يعديش على البولز دي ابدا ويحتوي على كل الرايت هاند سايد بلين، واشوف النمبر اوف بولز اللي موجوده جوه هذا الايه الباس اللي هو بتاع النايكست باس دوت، نمبر بولز قد ايه. وبعدين قصاد الباس دوت هروح ارسم ما يقابله في الاف بلين، واشوف عدد اللفات حوالين الاورجن تطلع كام، وهو ده عدد اللفات يساوي الفرق ما بين الزيروز ماينس البولز. ليه الفرق ما بين زيروز ماينس البولز؟ لان واخد اللف بتاعي في اتجاه الكلوك وايز، واخد اللف بتاعي في اتجاه الكلوك وايز، لما بلف حوالين زيرو بيديني نفس اللفه في اتجاه الكلوك وايز، لكن لما الف حوالين بول يديني الاتجاه العكسي. يبقى لا اشوف عدد اللفات في اتجاه الكلوك وايز اللي موجوده في الاف بلين واقول انها بتساوي الزيروز ماينس البولز.
عندك هنا ده الملخص اللي احنا قلناه من ايه شويه. تعال عشان ايه نفهم نبص على الاكزامبل ده. الاكزامبل بيقول لك ان جي اتش اوف اس الاوبن لوب دي الاوبن لوب بتساوي كي على اس اس زائد اي. الكي والاي دول بوزيتيف فاليوز. طيب لما ابص كده على جي اتش ليها بولز فين؟ عند اس بتساوي زيرو وعند اس بتساوي ناقص اي، يبقى ليها بول عند اس بتساوي زيرو وليها بول عند اس بتساوي ناقص اي. فاذا كانت الاي بوزيتيف تبقى البول بتاعها في النيجاتيف رايت النيجاتيف ليفت هاند سايد النوت او الجزء النيجاتيف النوت. طيب ارسم النايس كونتور من ناقص انفينيتي الى زائد انفينيتي والسيمي سيركل الريدوس بتاعها يقول انفينيتي بس ما يعديش على البول دوت. فاجي عند البول ده يا اما ادخله جوه يا اما اخرجه بره. فانا هخرجه بره دلوقتي، يبقى حاجه ان هو تاخد سيمي سيركل صغيره حواليه تطلعه بره واكمل بقيه الكونتور بتاعي. طيب خلاص يبقى حد يبقى النمبر اوف بولز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين هنا هو كام؟ صفر، لان مفيش بولز هنا. هو البول اللي كان موجود على الباوندري طلعته بره، البول الثاني موجود في الليفت هاند سايد هنا هو، لكن جوه الرايت هاند سايد بلين مفيش بولز دلوقتي. لما اخترت النايس كونتور او النايس باس بتاعي بهذه الصوره ان يبقى السيمي سيركل الصغيره ديت بتطلع البول ده بره. لو كنت خدت السيمي سيركل الناحيه الثانيه كان يبقى النمبر اوف بولز اللي موجوده هنا واحد. يعني الكلام ده مفهوم؟ وبعدين اجي اخد هذا الكونتور وامشي عليه اغير فيه الاس، اغير فيه الفاليو بتاعت الاس واعوض فيها في 1 زائد جي اتش اللي هي الاف اوف اس 1 زائد جي اتش وارسم ما يقابلها في الاف بلين. طب ليه اروح اعوض في 1 زائد جي اتش؟ طب ما اعوض في جي اتش بس وانا عارف ان الواحد ده كونستنت يتجمع عليها في اي وقت، واخد بالك؟ يبقى اقدر اجمعه في الاخر مثلا ولا حاجه، لكن في النهايه ان انت بتجيب الفانكشن اف اوف اس. طيب تعال كده مع بعض عشان امشي على الكونتور دوت وارسم ما يقابله في الاف بلين، واخد بالك؟ يبقى عليا ان انا اقسم الكلام دوت الى اجزاء. اول جزء مثلا هوت اللي هو جزء واحد اللي هو السيمي سيركل الصغيره ديت، وبعدين الجزء اثنين اللي هو على الايماجينري اكسس في الاتجاه البوزيتيف، الجزء ثلاثه اللي هو السيمي سيركل الريدس بتاعها يقول الى ما لا النهايه، الجزء الرابع اللي هو الايماجينري اكسس اللي هو تحت بالنيجاتيف. اجي في الجزء الاولاني دوت الاس بتتغير عليه، تتغير عليه القيمه بتاعتها ايه؟ هقول الريدس بتاع السيمي سيركل دوت رو، يبقى عباره عن رو اي اس جي سيتا. يبقى الاس عند اي نقطه على السيركل على السيمي سيركل ديت عباره عن رو اي اس جي سيتا. طب والسيتا بتتغير من كام لكام؟ من ناقص 90، هبتدي من النقطه التحتانيه ديت لغايه النقطه الفوقانيه ديت، يبقى لزائد 90. يبقى السيتا بتاعتي بتتغير من ناقص 90 الى زائد 90. طب سيكشن 2 او الجزء الثاني الاس تتغير بايه؟ بجي اوميجا، بس تبتدي من اول قيمه اللي هي جي ابسلون اللي هي او جي رو جي رو. يبقى تبتدي من الرو بالايماجين فاليو اللي هي جي لما كانت الزاويه 90 درجه، واخد بالك؟ تبقى جي رو وتروح الى ما لا النهايه جي ما لا النهايه. طب الجزء الثالث دوت هحط فيه زي ما عملت هنا في السيمي سيركل الصغيره، هحط هنا اخد اي خط يديني نقطه اس. الاس ديت عباره عن ار اللي هو الريدوس بتاعها والانجل سيتا جي سيتا، يبقى ار اي اس جي سيتا، والار تقول الى ما لا النهايه، والسيتا بتاعتي من زائد 90 الى ناقص 90 لان ماشي في الاتجاه الكلوك وايز. في الجزء الاولاني هنا زي ما قلت لك ابسلون او رو ومن ناقص 90 الى زائد 90 لان ماشي برضو في نفس الاتجاه الكلوك وايز، وهنا الرو تقول الى الزيرو، باخد الريدس بتاعي يعني اصغر ما يمكن. هنا باخد الريدس على السيمي سيركل الكبيره اكبر ما يمكن عشان يحتوي كل الرايت هاند سايد بلين.
وبعدين ارجع للجزء الرابع بغير من ناقص جي انفينيتي لغايه ناقص جي رو، واخد بالك؟ يبقى او اللي هي يعني قرب الزيرو نيجاتيف يعني، واخد بالك؟ يبقى ده التغير اللي بيحصل في الاس، الاس بتتغير على الباص دوت بهذه الصوره. طيب لما اجي اخد الجزء واحد دوت وانا عارف ان الاس هشيلها واحط بدلها رو إيس جي سيتا، يبقى حاجة إن هو هتلاقي إن لما عوض في الجي إتش بدل إس حط رو إيس جي سيتا المطلع لي المقدار دوت. هذه الجي وإتش وإس عبارة عن ليها زيروز فوق وليها بولز تحت وليها إس باور كي، وخبالك زي ما يكون الكي بتاعتي. هرجع تاني الإكزامبل بتاعنا اللي كان بكلم ده كلام عام دلوقتي، يبقى بعوض عن رو اي سو جي سيتا بهذا المدار. طيب المدار اشيل الاس واحط رو اي سو جي سيتا. طب انا عارف ان الرو بتقول للزيرو، يبقى المدار دوت مهمل جدا بالنسبه لزيد واحد، ومهمل جدا بالنسبه لزيد اثنين، مهمل جدا بالنسبه لبقيه الزيروز، فاقدر اهمله. يبقى يتفضل عندي في القوس دوت زد واحد في زد اثنين في زد ثلاثة، يبقى دي زد واحد زد اثنين زد ثلاثة، وعندي الكونسنت كي بره بتاعي، ادي الكي بتاعتي بره، يبقى البص هيقول الى الفاليو ديت. تحت هنا في المقام برضو نفس الكلام، الرو باور اي جي سيتا مهملة جدا بالنسبة للبي 1 ومهملة جدا بالنسبة للبي 2 وهكذا، فيبقى اقدر اعمل هذا الكلام. اتفضل عندي بي 1 بي 2 الى نهايه الايه الفانكشن، وعندي هنا اس تو ذا باور كي اللي هي تبقى رو تو ذا باور كي اي تو ذا باور جي كي سيتا، يبقى الانجل هتتضاعف كي تايمز والباور بتاعه رو تقول الى ترتفع الى رو تو ذا باور كي. طيب عندي كونستنت مقسوم على حاجه تقول للزيرو، يبقى النتيجه بتاعتي ما لا نهايه، وعندي الانجل كي سيتا تحت تطلع فوق بناقص كي سيتا. يبقى دايما الجي اتش وانا شغال على السيمي سيركل الماجنيتيود بتاعتي هتبقى ما لا النهايه، يعني بقسم على زيرو تقريبا، واخد بالك؟ مش دايما يعني في الفانكشن اللي فيها اس ديت فيها عندي انتجريتور تيرم اهوت، يبقى تقول ما لا النهايه، والانجل ان هو تعتمد على الانتجريتور تيرم دوت مرفوع لاني باور التايب بتاعي تايب واحد ولا تايب اثنين ولا وات ايفر، واخد بالك؟ يبقى والانجل بتاعتي ناقص كي سيتا. طيب لما اجي في السكشن 2 حط الاس بيساوي جي اوميجا، وبحرك من عند القيمه اللي هي رو ديت الصغيره اللي هي جي رو لغايه جي انفينيتي، واخد بالك؟ او من الزيرو بلس اسميها زيرو، بدل ما اقول جي رو هسميها الزيرو بلس على الايماجينري اكسس الى الانفينيتي. فلما احط الفانكشن هو بزيرو يطلع لي الماجنتيود بتاعته بانفينيتي، لكن مديني برضو الانجل اللي هي ناقص كي سيتا. يبقى حاجه ان هو ادي الانجل ناقص كي في 90 درجه، لان ساعتها بشيل الاس واحط جي في 90 درجه، واخد بالك؟ يبقى ناقص كي في 90 درجه، ولما احط بانفينيتي الماجنتيود هتقول الى ما لا النهايه، واخد بالك؟ والانجل بتاعتي هتبقى الفرق ما بين الانجل بتاعت البسط والانجل بتاعت المقام، فاذا كانت الانجل بتاعت الاورده بتاع المقام ان والاورده بتاع البسط ام، يبقى ان هو هيبان ان ناقص ام في 90 درجه، والفرق دوت برفعه بالنيجاتيف فوق عشان المقام بيطلع لفوق بالنيجاتيف. يبقى دي الانجل. طيب الجزء اللي هو الرابع ولا الجزء ده، احنا اتكلمنا على جزء واحد وجزء اثنين، ما اتكلمناش على جزء ثلاثة. اوكي الجزء الثالث، الجزء الثالث هشيل احط الاس بار اي تو ذا باور جي سيتا، والار تقول الى ما لا النهايه. فتخيل عندك الكلام ده ما لا النهايه، والكلام اللي هنا ده ما لا النهايه، وعندك تحت ما لا النهايه، بس الاوردر بتاع المقام بيبقى اعلى من الاوردر بتاع البسط، يبقى ما لا النهايه اللي تحت كمان اعلى، يبقى هيقول في القيمه بتاعتك الى زيرو. الانجل عند ما لا النهايه ده يديني 90 درجه 90 درجه 90 درجه، واللي تحت دول يديني 90 درجه، وده يديني مالتيبل من ال 90 درجه، واخد بالك؟ هيبقى الاوردر بتاع المقام
ناقص الاوردر بتاع البسط في الانجل اللي هي باي باي 2. واخد بالك؟ يبقى ناقص ان ناقص ام في الانجل اللي هي سيتا اللي موجوده عندي. طيب اما اجي ابص ان هو تعالى انت هنا بتغير الانجل من زائد 90 الى ناقص 90. واخد بالك؟ عند كل واحده يبقى ببتدي من عند زائد 90 الى ناقص 90. فبتبقى انت في السكشن 3 دوت. سكشن 4، سكشن 4 اللي هو موجود هنا عندك على رسم سكشن 4 ده الايمج بتاع سكشن 2. يبقى اللي رسمته في سكشن 2 اعمل الميرور ايمج بتاعه حوالين الريال اكسس. لما هنا كنت بحط جي اوميجا، هنا هحط ناقص جي اوميجا، يقوم يطلع لي الكونجيجيت اللي هو نفس الريال بارت لكن الايمج العكس بتاعه. عشان كده بقول لك الميرور حوالين الريال اكسس. يبقى الاربع اجزاء دول اترسموا ومقدر ارسم الكونتور بتاع الاف اوف اس في الحاله دي. طيب تعالى نشوف المثال اللي احنا فيه دلوقتي. لما اجي احط نوت في الجزء الاولاني، الجزء اللي هو السيمي سيركل الصغيره ديت، لما احط الاس بي جي بابسلون او برو والانجل من ناقص 90 زائد 90، يبقى لما ابتدي بناقص 90 واخد بالك مطلع لي ناقص 90 تحت تطلع فوق بزائد 90. ولما ابتدي بزائد 90 فوق واخد بالك يبقى تطلع لي الانجل بتاعتي زائد 90 تحت ويبقى ناقص 90 فوق. فهبتدي من فوق. وعشان كده عايزك وانت بتشتغل على الباص ده تحط كمان بعض النقاط، يعني مش مهم عندي الزونز 1 و2 و3 و4 بتوع الزونز دول لا مش عايزهم، لكن عايزك تحط لي النقاط. يعني لو انت قاعد معاك ورقه وقلم دلوقتي سميني بعض النقاط. هسمي النقطه الفوقانيه دي اول نقطه فوق ان هوت اللي هي على جي رو اسميها 1، وسمي دي 2، وسمي النقطه عند الريال اكسس هنا 3، سمي النقطة اللي تحت دي 4، سمي النقطة ديت 5، سمي النقطة على ريال اكسس الصغيرة ديت 6. يبقى عندك 6 نقط. يبقى لما ابتدي بنقطة 1 الاس بتاعتي بجي رو، يبقى لما احط جي رو والرو تقول الى 0 يبقى مهملة هنا هو المتفضل عندي كي على ايه القيمة، بس هنا كمان في عندي جي رو والرو تقول الى 0 يبقى كي على 0 يبقى يديني ما لا نهاية، والانجل بتاعتي جي تحت ب 90 درجه تطلع فوق بناقص 90. يبقى هبتدي بنقطه 1 هنا اهو الانجل ناقص 90 وبادئ من ما لا النهايه. وبعدين رحت ماشي على الايماجينري اكسس، ما هو ده البولر بلوت، بغير من الاوميجا بتاعتي من 0 الى ما لا النهايه، اشيل الاس احط بدلها جي اوميجا، هو ده البولر بلوت بتاعي. فلما اجي نقط اغير الجي اوميجا كل ما اكبر في الاوميجا كل الماجنيتيود بتاعتي عماله تقل. لما الاوميجا تقول لي ما لا النهايه الجزء دوت اشيل جي واحط بدل جي اوميجا يبقى الايماجيني عالي جدا يديني 90 درجه تحت، وده دايما بيديني 90 درجه، يبقى مجموع الدرجات بتاعتي 180 تطلع فوق بناقص 180، والماجنيتيود بتاعتي لما ده يبقى يوصل لما لا النهايه وده ما لا النهايه الماجنيتيود تبقى زيرو. يبقى هيجي للزيرو هنا اهوت بس مماس للريال اكسس. يبقى ابتديت بنقطه 1 وكملت الماجنيتيود عماله تقل ولغايه ما وصلت الى الزيرو وعامل مماس للريال اكسس عند نقطه 2. يبقى ادي نقطه 1 اهي وادي نقطه 2 هنا اهوت يقابلها نقطه 1 هنا اهوت ونقطه 2 عند الاوريجن. طيب لما اجي اخد على السيمي سيركل ديت هحط ار واي تو ذا باور جي سيتا. واخد بالك؟ النقطه 2 هي النقطه 2 اللي موجوده عندي هنا اهوت خلاص. اما اجي احط الار اي تو ذا باور جي سيتا واخد بالك واغير في الانجل سيتا بتاعتي، الانجل سيتا بتتغير في هذا الاتجاه من زائد 90 الى ناقص 90. فدايما لما احط ار بانفينيتي يطلع لي القيمه بتاعتي بزيرو، لكن الانجل بدا هنا اهوت بناقص 180 درجه لما كانت فوق هنا اهوت بناقص 180 درجه اللي هي اخر نقطه موجوده عن هنا اهوت ناقص 180 درجه، ولما يلف نوت ويرجع الانجل بناقص 90 يبقى ناقص 90 ناقص 90 180 بناقص 180 تطلع فوق بزائد 180 تقوم تطلع بزائد 180. يبقى القيمه بزيرو
القيمة بزيرو، لكن الأنجل اتغيرت من ناقص 180 إلى زائد 180. طيب الكلام ده أشوفه إزاي؟ أدي نقطة واحد تحت هي زي ما اتفقنا، نقطة اتنين هنا هوت، وقبلك نقطة ثلاثة ونقطة أربعة وقاعين هنا، القيمة دايما بزيرو. لكن نقطة أربعة أو نقطة اتنين الأول كنت داخل بناقص 180، نقطة أربعة خارج بزائد 180. يبقى السيمي سيركل الكبيرة دي كلها ريديوزد إلى زيرو ماجنيتيود، لكن وأنا داخل لزيرو ماجنيتيود داخله بأنجل، وأنا خارج من زيرو ماجنيتيود خارج منه بأنجل. يبقى السيمي سيركل الكبيرة دي كلها في الآخر هي عبارة عن الزيرو ماجنيتيود اللي موجودة عندي نحو. طيب زي ما قلت لك لما تيجي تتكلم على الجزء بتاع الايماجينال اكسس اللي بالنيجاتيف، هو بالظبط الصوره بتاعت اللي فوقاني دوت. كل حكايه بشيل الاس بدل ما احط جي اوميجا بحط ناقص جي اوميجا، فلما تحط هنا ناقص جي اوميجا وناقص جي اوميجا يطلع نفس الماجنيتيود، واخد بالك؟ لكن الانجل تبقى بالعكس، يطلع الكونجكت. يبقى الايمج حوالين الريال اكسس نفس الماجنيتيود، الماجنيتيود اللي موجوده هنا هوت هي اللي بتتغير عليها، هي بتطلع نفس الماجنيتيود بس بدل ما هي موجوده بالانجل اللي تحت تبقى الانجل اللي فوق. فالجزء المشرد دوت هو ده عباره عن الجزء بتاع الايماجين اكسس اللي هنا. يبقى تاني دي نقطه واحد، دي نقطه اتنين وتلاته واربعه، اللي هي اتنين وتلاته واربعه، وبعدين نقطه خمسه، ادي نقطه خمسه فوق اللي هي الايمج زي ما قلنا بتاع الكنترول الجزء التحتاني. وبعدين من نقطه خمسة الى ستة الى واحد، ادي نقطه خمسة وادي نقطه واحد. يا ترى ارجع كده زي ما الرسمه دي مبينه ولا ارجع في الاتجاه العكسي؟ ممكن ارجع في الاتجاه العكسي، واخد بالك؟ الرجوع يبقى ازاي؟ اللي يساعدني على يحدد لي اتجاه الرجوع هي النقطه اللي في النص ديت. أنا عارف إن النقطة اللي تحت دي اللي هي أو النقطة الفوقانية اللي هي كانت نمرة واحد، النقطة النمرة واحد اللي فوقانية هي اللي كانت هنا هوت، دي واحد، وعارف إن نقطة خمسة هي اللي فوق ديت. أوصل أرجع من خمسة إلى واحد زي ما قلت لك من ناحية اليمين ولا ناحية الشمال؟ يبقى اللي ساعدنا عليها النقطة نمرة ستة. عند نقطة ستة القيمه بتاعتي عباره عن ابسلون ريال، الانجل بتاعتها بزيرو، يبقى النقطه 6 هيقابلها النقطه ديت اللي هي الانجل بتاعتها بزيرو. لو كانت الناحيه الثانيه كانت تبقى الانجل بتاعتها ب 180 درجه. يبقى لما باجي نهوت بحط بقسم على الرو، واخد بالك؟ بقسم على زيرو يديني ما لا النهايه، بس كمان الانجل بتاعتها بزيرو، يبقى ما لا النهايه والانجل بزيرو، يبقى هيطلع لي هذا الشكل. يبقى ده الجي اتش بلين، ده قيمة الجي اتش وانا برسم على الجي اتش بلين. طيب عايز اجيب الاف اس او الاف في الاف بلين، اجمع على الجي اتش ده واحد، اجمع على الجي اتش ده ايه؟ واحد. يعني لما اجمع عليه واحد يبقى القيمة اللي كانت هنا مثلا بأي قيمة اجمع عليها واحد، يبقى هتشفت الناحية دي، هتشفت ناحية اليمين، والشمال والجزء النيجاتيف هيطرحها ناحية اليمين، كل الكيرف ده هيطرحها ناحية اليمين بواحد، أو بدل ما تطرحها للكيرف بواحد طب ما تطرحها للأكسيس، راح للأكسيس بتاعك، واخد بالك؟ يبقى إذا كان ده الجي اتش بلين، يبقى بدل ما ألف حوالين الزيرو في الإف اس بلين ألف حوالين الناقص واحد. يبقى ارسم الرسمه بتاعتي في جي اتش بلين، واخد بالك؟ وبدل ما اقول عدد اللفات حوالين الاوريجنز زي حاله الاف اس، لا، واخد بالك؟ اقول عدد اللفات حوالين الناقص واحد، لان الفرق بينهم واحد، واحد زائد جي اتش يساوي الاف. فبدل ما الف حوالين الاوريجن في حاله الاف، اشوف عدد اللفات حوالين الناقص واحد في حاله الجي، يبقى ارسمها في جي اتش بلين بدل الاف بلين، واخد بالك؟ واشوف عدد اللفات حوالين ناقص واحد. تعال مع بعض، عدد هل الكونتور دوت بيلف حوالين بينسيركل ناقص واحد؟ هل الناقص واحد دي جواه؟ لا. يبقى الان في اتجاه الكلوك وايز بيساوي حوالين الناقص واحد يساوي زيرو، ان كلوك وايز حوالين الواحد بيساوي زيرو،
والانو كلوك وايز بتساوي ايه؟ بتساوي النمبر اوف زيروز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين ناقص النمبر اوف فولز. النمبر اوف فولز هنا بكام؟ بزيرو. يبقى النمبر اوف زيروز اللي في الرايت هاند سايد بلين بكام؟ بزيرو. النمبر اوف زيروز في الرايت هاند سايد بلين بزيرو، يبقى معنى كده السيستم بتاعي ستيبل. اوقف، واللي عنده اي سؤال يقدر يسالني دلوقتي، هديك دقيقه كده او دقيقتين للي عنده اسئله. دكتور هو مش احنا دكتور كنا بنلف ال معلش استاذنك تعالي حسك شوي. اوكي دكتور هو احنا في ال الشركه اللي احنا دي بنكون كاونتر كلوك وايز او كلوك وايز على حسب عدد العمود. لا الصوت 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 مقطع، الصوت مقطع، خليكي معايا دي واحده، خليكي معايا شوف ايه المشكله. المشكله عندك انت بتاني. كلمي كده تاني. سؤالي هو هو في السيركل النص سيركل اللي احنا عاملينها دي هي بتلف كلوك وايز او كاونتر او كاونتر كلوك وايز على حسب عدد البولز والزيرو صح؟ اني اكبر صح؟ اني سيركل اني سيركل اللي في الاف اللي في جي اتش بلين ولا اللي في الاس بلين؟ اني اني كنترول تتكلم عنه اللي في اللي في الاس بلين اللي قدامك دلوقتي ولا اللي في جي اتش بلين؟ يبقى هو اللي في الجي اتش يعني؟ اه هو جي اتش بلين. ماشي. النتيجه بتاعت الرسمه بتاعتي لما بعمل المابنج بنقل من الاس بلين الى جي اتش بلين، فعدد اللفات حوالين الاوريجن في الـ في الـ في الاف بلين بقى اشوف عدد اللفات قد ايه، وبدل ما اقول حوالين الاوريجن في الاف بلين اقول حوالين الناقص واحد في جي اتش بلين، لان الفرق ما بين الاف والجي اتش هو الواحد. اوكي اوكي طيب في يعني هنا في الجي اتش بلين هنا بقى في بول في الجي اتش بلين في ما فيش بول، فين البول الموجود عندي؟ مش هي بتمشي كلوك وايز فيبقى في بول. طيب اسالك سؤال، هل هي بتحتوي على ناقص واحد؟ لا. يبقى النمبر كلوك وايز قد ايه حوالين الناقص واحد؟ عدد اللفات حوالين ناقص واحد بيساوي كام؟ واحد. اذا كان ما ما لا doesn't encircle الناقص واحد، يبقى ازاي واحد؟ هل الناقص واحد جواها؟ اللفات اللي جنب ناقص واحد مش حواليه. اوكي. لا لازم تحت تبقى جواها، لازم الناقص واحد تبقى جواها. احنا في الاول ما كلمنا الفرق ما بين encircle او enclose. اوكي. فهل الناقص واحد ديت جوه الكنترول اللي قدامك دوت بتاع الجي اتش بلين؟ يبقى عدد اللفات حوالين الناقص واحد بيساوي زيرو، ولا ايه رايك؟ اوكي تمام ماشي يا دكتور. اوكي طب على كل هيبان في في اكزامبل تاني وتالت وهنتكلم مع بعض في اكتر من اكزامبل. حاضر. لكن الاكزامبل اللي فات ده اكزامبل بسيط، لكن الاكزامبلز اللي بعد كده ادي اكزامبل واحد اهو واخد بالك، فبيقول لك والله ان في عندك بدل ما كان في اللي فات البسيط ده كان كي على اس اس زائد اي، دلوقتي خلينا بدل اس خلينا اس تربيع، اصبح السيستم بتاعك التايب بتاعه تايب 2. خلاص انا معلش هريحك وريح دماغي ان احنا نمشي على طول على الخطوات اللي احنا بنقول عليها. اول خطوه ده جي اتش وقع البولز بتاعته في الاس بلين، يبقى اول خطوه حط البولز في الاس بلين. في عندي تو بولز عند الاوريجن نتيجه للاس تربيع، في عندي تو بولز اللي هو عند الاوريجن، في عندي كمان بول عند ناقص اي، كمان بول عند ناقص اي. خلاص يبقى ده اول خطوه، حط البولز في الاس بلين. الكل متابع معايا وفاهمني؟ طيب الخطوه الثانيه ايه؟ ارسم النايكست باس في الاس بلين، ما يعديش على بولز ابدا ويحتوي على كل الجزء اللي على اليمين دوت.
يبقى هتمشي من ناقص ما لا نهايه الى زائد ما لا نهايه، لكن لما يجي يعدي على البول اللي عند الاوريجين او التو بولز اللي عند الاوريجين تاخدهم بسيمي سيركل تطلعهم بره واخد بالك، او تدخلهم جوه. اوكي، وبعدين تكمل بقيه الباص بتاعك وتعمل الباص في اتجاه الكلوك وايز، يبقى من ناقص انفينيتي طالع لفوق الى زائد انفينيتي وباخد في اتجاه الكلوك وايز، يبقى خدت السيمي سيركل بتاعتي تغطي كل الرايت هاند سايد بلين. بعدين روح ارسم ما يقابل هذا الكونتور واخد بالك في الجي اتش بلين، ما يقابله في الجي اتش بلين. طب عايز اقسمه، احسن حاجه حط نقط. خلاص هحط اول نقطه فوق ديت نمره 1، نمره 2، نمره 3، نمره 4، نمره 5، والنقطه اللي على الريال اكسس الصغيره ديت نمره 6. عندي نقطه 1 الاس اشيلها احط بدلها ايه؟ احط بدلها جي رو، والرو تقول الى زيرو. حط هنا جي رو والرو تقول للزيرو، يبقى ده مهمل بالنسبه للاي. ولما احط جي رو يعني رو والانجل 90 تبقى تديني رو تربيع والانجل 180. اما اقسم كي على رو والرو بتقول الى زيرو يبقى تطلع النتيجه ما لا النهايه. وعندي الانجل 180 تحت تطلع فوق بناقص 180، يبقى مال النهايه وناقص 180. يبقى قصاد نمره 1 ديت قصاد النقطه نمره 1 في عندي قيمه بمال النهايه، مال النهايه اهيت مال النهايه والانجل ب 180 او ناقص 180. هل الكلام ده واضح؟ طيب اجي على نقطه نمره 2. نقطه نمره 2 على الكونتور هنا اهوت بتقول لي والله احط الجي بانفينيتي، جي اوميجا والاوميجا تقول الى انفينيتي. لما احط ان هو بانفينيتي يبقى الايماجري اعلى بكتير قوي من الريال، يبقى ده هو اللي مهمل، الريال هو اللي مهمل، ويتفضل عندي جي اوميجا. وهنا في عندي جي اوميجا تربيع، يبقى في عندي جي متكرره ثلاث مرات، هنا مرتين وهنا مره. يبقى عندي الانجل تحت 270 تطلع فوق بناقص 270. وعندي الانفينيتي وانفينيتي ثلاث مرات وكي على اي انفينيتي تطلع بزيرو، يبقى القيمه بتاعتي بزيرو والانجل ناقص 270. يبقى هيروح جاي هنا عامل مماس للفيرتيكال اكسس دوت عشان يعمل الانجل ناقص 270، ادي ناقص 90 ناقص 180 ناقص 270، والقيمه هنا بكام؟ بزيرو. يبقى الكونتور او الباص بتاعي او الكونتور اللي هيترسم فيه الجي اتش بلين جاي من انفينيتي والانجل 100 ناقص 180 رايح على هذا الكلام. طيب لما اجي نوت اخد عند نقطه 3، عند نقطه 3 انفينيتي الريزلت بتاعها بانفينيتي او الاس بانفينيتي والانجل زيرو، حط انفينيتي والانجل بزيرو، طلع لي كي على انفينيتي بزيرو والانجل بتاعتي بزيرو، يبقى تطلع القيمه بزيرو والانجل بزيرو. يبقى نقطه 3 هتيجي ان هوت عباره عن زيرو والانجل زيرو، يبقى المماس بتاعها ان هوت عند الزيرو مش عامله انجل. يبقى داخل هنا ب 270 وبعدين حول على نقطه 3 بقت بزيرو، وبعدين لما تيجي ان هوت على نقطه 4، نقطه 4 هتشيل تحط بدلها انفينيتي او ناقص جي انفينيتي، ناقص جي انفينيتي يعني انفينيتي والانجل ناقص 90، يبقى هنا ناقص 180 وناقص 90 يبقى ناقص 270، تطلع فوق بزائد 270 وكي على انفينيتي بزيرو، يوم اطلع ان اهوت تطلع القيمه بتاعتي بزيرو وتعمل وعامله الانجل 270 بالزائد، فين 270 بالزائد؟ ادي 90 180 ادي 270. يبقى النقطه ديت فيها 2 و3 و4، 2 داخل بناقص 270 و4 اللي هي خارج بيها عامله زائد 270 و3 في النص عامله زيرو. الانجل بتاعتها بزيرو، لكن القيم بتاعتهم كلهم بصفار. دايما هتلاقي ان السيمي سيركل بتاعتك الكبيره ديت بتبقى جايه عند الاوريجن. الرسمه بتاعتها عند الاوريجن. الخط الفوقاني دوت ده البولر بلوت اللي انا بغير من زيرو الى انفينيتي. الخط التحتاني الايمج بتاعه حوالين الريال اكسس. السيمي سيركل الصغيره ديت تحدد لي ارجع ازاي، الف ارجع ازاي.
طيب وصلنا هنا لنقطة أربعة، خدنا واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب من أربعة رايح لخمسة، شيل الاس وحط بدلها ني ناقص جي أوميجا أو ناقص جي والأوميجا متغيرة، واخد بالك؟ من ناقص من ما النهاية إلى أو ناقص ما النهاية لغاية إيه الرو بتاعتي نهوت. طيب لما أحط نهوت ناقص جي يبقى عندي ناقص 90 درجة، يبقى ناقص 180. وبعدين في الـ في الـ في الـ في الآخر خالص تبقى الكمية دي مهملة لأن رايح للرو والرو دي تقول الزيرو، فالكمية دي مهملة، فيبقى بقسم كي على رو سكوير اللي هي مهملة تديني ملا النهاية، والأنجل بتاعتي بناقص 180. يبقى حاجي نهوت واخبالك عند الناقص 180 بتاعتي، هذه الناقص 180 اللي هي موجودة عندك نهوت، اللي هي موجودة عندك ايه في الحتة ديت. يبقى مشيت من 2 و 3 و 4 روحت النقطة 5، ادي نقطة 5 ادي ناقص 180. طب من 5 ل 1 بقى، من 5 الى 1 هعمل ايه؟ هوصلهم ازاي؟ اوصلهم مباشرة كده هوت ولا في ايه؟ وخبالك يبقى تعال نبص كده مع بعض من 5 ل 1. من 5 ل 1 هعدي الاول على 6، يبقى من 5 الى 6 ومن 6 الى 1. طيب لما دايما الرو تقول الى الزيرو، يبقى لما اقسم على الرو سكوير نهوت يبقى المجموع بتاعتي ما لا النهايه، والانجل بتاعتي من ناقص 90 واخد بالك رايحه للزيرو رايحه لزائد 90، يبقى بدأ من ناقص 180 واخد بالك، بدأ من ناقص 180 الى زائد 180 وتعدي على الزيرو. وهنا لما احط الرو مهمله بالنسبه للايه اقدر اشيلها، يبقى القيمه بتاعتي واخد بالك كي على الرو بما لا النهايه، والانجل بتاعتي من ناقص 180 الى زائد 180 تبقى تطلع فوق بزائد 180 ناقص 180. يبقى لما اجي اهوت ادي ما لا النهايه اهي، وهبتدي الانجل بتاعتي من زائد 180 الى ناقص 180، يبقى واحده كان زائد 180 والثانيه ناقص 180، يبقى وتعدي على الزيرو، يبقى هتعمل لفه تروح للزيرو وبعدين ترجع تقفل مع الناقص 180. هل الكلام ده واضح؟ يبقى عدد اللفات حوالين الناقص واحد هنا بتساوي كام؟ عدد اللفات حوالين ناقص واحد بتساوي كام يا شباب؟ اثنين. اثنين. اثنين في اتجاه الكلوك وايز ولا في الاتجاه العكسي؟ الكاونتر كلوك وايز؟ كلوك وايز. كلوك وايز. يبقى النمبر بتاع الكلوك وايز يساوي ايه؟ يساوي الفرق ما بين ايه وايه؟ زيرو زربون. يساوي الفرق ما بين كام وكام؟ احنا قلنا عدد اللفات في اتجاه الكلوك وايز يساوي الفرق ما بين الزيروز ناقص البولز از زد ناقص البي. يبقى الان كلوك وايز تساوي لان اللي بيلف اتجاه الكلوك وايز هو الزيروز، اللي بيلف اتجاه العكسي هو البول، واخد بالك؟ يبقى الزيروز ماينس البولز يساوي الان كلوك وايز، يبقى عدد اللفات في الاتجاه الكلوك وايز بيساوي 2 يساوي الزيروز ماينس البولز. في عندي كم بول في الرايت هاند سايد بلين؟ هنا هو كم بول في الرايت هاند سايد بلين؟ كم بول؟ زيرو. زيرو ولا واحد ولا كم؟ لا زيرو زيرو. نعم استمعت. زيرو زيرو. زيرو. لأني طلعت التو بولز اللي كانوا موجودين هنا طلعتهم بره. مظبوط كده؟ يبقى النمبر اوف زيرو النمبر اوف بولز الموجودة هنا بيساوي صفر. يبقى النمبر اوف زيروز بيساوي كم؟ في الرايت هاند سايد بلين؟ اثنين. السيستم يبقى ستيبل ولا انستيبل؟ انستيبل انستيبل انستيبل. السيستم يبقى انستيبل في الحاله ديت. طيب برضو مش هنكتفي ب الكلام ده وبس، لا هناخد تعليق الاول. خلينا اعلق معاك على حاجه بسيطه، ارجع تاني للسيمبل اكزامبل الاول.
سيمبل اهو. اوكي فاكر كويس لما قلت لك انت ممكن تاخد البول دوت لاما جوه لاما بره. احنا اخترنا ان احنا ناخد البول ده بره، اخدنا السيمي سيركل ديت الصغيره ديت ناحيه اليمين مظبوط، ورسمنا بناء عليها الرسمه ديت، وطلع ان السيستم بتاعي ستيبل لان ده عدد اللفات حوالين الناقص واحد بيساوي زيرو، مفيش بولز ان هوت جوه، وبالتالي اصبح السيستم الزيروز بتاعته بتساوي صفر ويبقى السيستم ستيبل. طيب لما ارجع افرض واحد تاني اختار السيمي سيركل ديت تحتوي تدخل البول ده جوه، خدها الناحيه الثانيه، يبقى النمبر اوف بولز اللي موجوده في الرايت هاند سايد بلين بيساوي كام؟ واحد. سوى واحد. ولما اجي ارسم بقى الرسمه بتاعت الجزء دوت والجزء دوت والجزء دوت هو هو. السيمي سيركل الكبيره دي النقطه اللي موجوده هنا داخل بانجل وخارج بانجل. والجزء الايماجنري دوت والايماجنري دوت اللي هو الجزء اللي تحتاني والايمج بتاعه. يتفضل الجزء الكبير دوت اللي هو مقابل للسيمي سيركل الصغيره، بدل ما هخلي السيمي سيركل الصغيره الناحيه دي قلنا هنخليها الناحيه الثانيه. يبقى هعدي على نقطه مثلا، خلي النقطه اللي دي كانت واحد وبعدين رجعنا هنا اهوت لخمسه وسته، يبقى هنا خمسه وسته هتبقى الناحيه الثانيه اهو. دي اهميه النقطه بتاعت نمره سته. واحد وخمسه اهم، ادي واحد وادي خمسه. وعايز ارجع من خمسه الى واحد، هعدي على سته. اما اجي عند سته هنا اهوت الاقي ان القيمه رو والانجل كام؟ زيرو ولا 180 درجه؟ 180. يبقى لما اجي نقط الرو مهمله بالنسبه للاي، لكن هنا في عندي رو والانجل 180، ثم تطلع النتيجه ما لا النهايه والانجل ناقص 180. يبقى النقطه اللي كانت هنا اتنقلت الناحيه الثانيه عند ال 180، يبقى ده اللي هي الخمسه هترجع لواحد عن طريق سته في هذا الاتجاه. طيب ساعتها تحتوي على الناقص واحد ولا ما تحتويش على الناقص واحد؟ تحتوي على الناقص واحد. كم بلف حواليها كم مره؟ لو خدت مره واحده. ان كلوك وايز، ان في اتجاه الكلوك وايز كم مره؟ ان في اتجاه الكلوك وايز كم مره؟ واحد مره. لا حد تاني يقول لي يديني اجابه. ان في اتجاه الكلوك وايز كم؟ ناقص واحد يا دكتور. ناقص واحد صح. الان ناقص واحد هو صح. ليه؟ لان بيلف في اتجاه العكسي. يبقى ساعتها هقول ان كلوك وايز بتساوي ناقص واحد تساوي ايه؟ تساوي الزيروز ماينس البولز. قول لي البولز لما دخلنا دوت جوه هنا اهوت، لما دخلنا البول ده جوه هنا اهوت، البولز في الرايت هاند سايد بلين قد ايه؟ واحد. يبقى ناقص واحد هتساوي زد ناقص واحد، ثم تطلع برضو زد بكام؟ بزيرو، يطلع برضو السيستم ستيبل. يبقى انت اخذت السيمي سيركل ديت طلعت بيها البول ده بره او دخلتها جوه، نفس النتيجه تطلع فيها في الاخر. بس تخلي بالك انك انت لما ترسم الرسمه مظبوط. هل الكلام ده واضح؟ اوقف على كده وبرده افتح الباب للاسئله للي عايز يسال على اي حاجه قبل ما اكمل. مفيش اسئله. ناخد مثال نمره 2. مثال نمرة 2 بيقول لك والله الفانكشن بتاعتك عبارة عن كي على اس، اس زائد اي، اس زائد بي. الكي والاي والبي دول ثوابت بوزيتيف فاليوز. نفس الكلام، هاجي اوقع البولز بتاعت الجي اتش في الاس بلين. في بول عند الزيرو، في بول عند ناقص اي، في بول عند ناقص بي. يبقى عندي الزيرو في واحد وناقص A وناقص B في واحد تاني. البعاد دول ماليش دعوه بيهم خلاص، انا يهمني اللي على الحدود او اللي جوه الرايت هاند سايد بلين. هروح راسم النايكس باص بتاعي اللي هو ماشي من زيرو تقريبا الى انفينيتي، وبعدين باخد سيمي سيركل الريدوس بتاعها بيقول لي ما لا النهايه، وارجع تاني الى تقريبا قرب الزيرو بس بالنيجاتيف يعني، وبعدين اخد السيمي سيركل ديت لاما اطلع البول ده بره لاما ادخله جوه، النتيجه هي اللي هتطلع لي.
فانا اخترت ان انا اطلعه برد. خلاص خدت السيمي سيركل في هذا الاتجاه، وتعالى نحط او نرسم ما يقابل هذا الكنتور في الاس بلين، نرسم ما يقابله في الجي اتش بلين. هحط نقط برضو، هبتدي بنقطة واحد، نقطة اتنين، نقطة تلاتة، نقطة اربعة، نقطة خمسة، ونقطة ستة. وما تهملش ابدا نقطة تلاتة ولا نقطة ستة، لان دول بيحددوا اتجاهات. لما اجي احط نقطة واحد، هشيل الاس وحط بدلها جي رو، والرو بتقول الزيرو. يبقى دي مهملة ودي مهملة، اتفضل اي بي، ودي نوت رو والانجل 90 درجة. بقسم كي على رو والرو تقول زيرو، يبقى المجهود بتاعتي بمال النهاية والانجل ناقص 90. يبقى انا بادئ نقطة واحد اللي هي اللي اول نقطة هنا هوت. ولو سمحت ارسم وسمي النقط زي ما انا بقول لك عليها بالظبط. بادئ بنقطة واحد انجل ناقص 90 ومال النهاية، ادي الانجل ناقص 90 ومال النهاية. بعدين تعالى روح لنقطة اتنين، هتشيل الاس تحط بدلها جي انفينيتي. هنا انفينيتي خلاص، يبقى الاي ده مهملة والبي مهملة، يبقى هنا جي وهنا جي، يعني هنا 90 درجة وهنا 90 درجة وهنا كمان 90 درجة، يبقى 270 درجة في المقام. تطلع فوق بناقص 270، وعندي انفينيتي وانفينيتي وانفينيتي، اي حاجة على انفينيتي تطلع بزيرو. يبقى الماجنيتيود زيرو والانجل ناقص 270. يبقى نقطة اتنين هتروح رايحة انجل ناقص 270، ادي ناقص 90، ناقص 180، ناقص 270، ورايح للزيرو. يبقى هيجي مماس عند الخط دوت ورايح للزيرو. يبقى دي نقطة اتنين، يبقى هنا نقطة واحد، هنا نقطة اتنين. طيب نيجي نبص على نقطة ثلاثة وأربعة، أو على البصمة كله يعني، واخد بالك؟ بغير من جي انفينيتي إلى ناقص جي انفينيتي، واخد بالك؟ وبعدي على ريال انجل زيرو هنا. يبقى وانا بعدي نوت، او بلاش، تعال خد اخر نقطه اللي هي عند ناقص جي انفينيتي، اللي هي تبقى نقطه كام؟ أربعة. اوكي، نقطه أربعة، احط ناقص جي انفينيتي، نفس الكلام، يديني هنا ناقص 90، ناقص 90، ناقص 90، يبقى ناقص 270، تطلع فوق بزائد 270، وانفينيتي كلها، يبقى كي على انفينيتي بزيرو. يبقى حاجه هنا اهوت نقطة أربعة هي اللي أنا خارج بيها الماجنيتيود بزيرو، وعاملة الزاوية 270 اللي هي 90 180 270. يبقى نقطة اتنين وتلاتة وأربعة كلهم هي النقطة ديت، واحد دخلت فيها بمماس عامل ناقص 270، وخرجت منها بمماس عامل 270، والنقطة اللي في النص اللي هي نمرة تلاتة اللي هي على الريال أكسس بتقول لي زيرو قيمة، والانجل بتاعتها زيرو. يبقى النقطه دي تمثل 2 و3 و4، بس 2 ليها اتجاه و4 ليها اتجاه و3 الاتجاه بتاعها او القيمه بتاعتها ريال بس زيرو. وبعدين اجي نوت تاني، وصلت النقطه 4، عايز اوصل النقطه 5، ده نفس الخط دوت، بشيل بدل جي اوميجا بحط ناقص جي اوميجا، يبقى هيطلع الايمج حوالين الريال اكسس. يبقى لما اجي اهوت ادي الريال اكسس اهو، ده اللي احنا رسمناه، واخد بالك، لغايه دلوقتي هنا اهوت، واخد بالك، الايمج بتاعته، خد الصوره بتاعته حوالين الريال اكسس. يبقى اللي فوق يبقى تحت، واللي تحت يبقى فوق، يبقى يطلع بهذه الصوره، مش محتاجه تفكير كتير. يبقى اجي نهوت، واخد بالك، وصلت ليه النقطه اللي هي تبقى تبقى كام؟ خمسه، واخد بالك، اللي هي موجوده عند النقطه اللي هي عند بدايه السيركل الصغيره دي. يبقى ادي نهوت نقطه واحد اللي ابتديت بيها، ادي نقطه خمسه اللي انتهيت عنها، عايز اوصل خمسه على واحد، اوصلها في الاتجاه ده ولا في الاتجاه العكسي؟ يا ترى الناقص واحد تبقى هنا ولا هنا ولا هنا، ولا اعمل فيها ايه؟ اللي يحدد الاتجاه اللي هي النقطه رقم
6. والله النقطة رقم 6 هنا هو بتقول أنا عايز النقطة رقم 5 نقطة رقم لا 6 اللي هي على على هنا في اللي في اللي السمسير الصغيرة دي النقطة رقم 6 يبقى من 5 إلى 6 دي 6 كلها ريال يبقى هيرجع أقسم نوت على حاجة ريال ده ريال ده ريال ده ريال يبقى القيمة كلها تطلع بقيمة معينة وأنجل زيرو وخبالك يبقى ان هو تاجي والله اللي تطلع قيمة بتاعتها بإنفينيتي لان بحط قرب الزيرو بقسم على حاجة قرب الزيرو والأنجل زيرو يبقى جاية من هنا من زائد 90 إلى زيرو إلى الناقص 90 ويبقى دي النقطة رقم 6 ولا أي حاجة. طيب عدد اللفات حوالين ناقص واحد يساوي كام؟ زيرو يساوي زيرو. مين اللي بيقول لي زيرو؟ أيوه أنا عايز بس أشيل ده احنا واقفين فين ٢٨ اوكي تمام مش عايز افتح انا عايز اجيب الاسماء بتاعتكم عددك من الايكون ممكن من الايكون من تحت ايكون الشاشه عندي كلها كامله بعديها السلايد بس شايف الايكونز عندي خالص طيب anyway عندي شو عندي شو اوكي طيب هل اللي عندكم حاجه واضحه باينه قدامكم هل في سلايد قدامكم ولا لا؟ بس الصورة صغيرة شوية بس صغيرة اوكي مش مشكلة مش مشكلة طيب دلوقتي انا سألت سؤال حوالين ناقص واحد في كم لفة؟ ولا لفة عرفت منين انها ولا لفة؟ عشان الناقص واحد بره النايكوس باص خالص عرفت منين الناقص واحد بره؟ عشان الرسمة اللي قدامك بتقول كده أيوة. لا انت سيادتك عليك انك تحسبها سيادتك عليك انك تحسب النقط بتاعه التقاطع ديت عليك تحسب النقطه التقاطع دي تطلع قد ايه تطلع بعد الناقص واحد ولا قبل الناقص واحد تمام هل الكلام ده واضح طب ازاي احسب النقطه ديت عند الفانكشن ديت بشيل ديت كانت واقعه على الجزء اللي هو بتاع الايماجينري اكسس اجي عند الفانكشن ديت بحط الاس بجي اوميجا كلام مظبوط واجيب لها ريال واجيب لها ايماجينري هنا عند النقطه ديت القيمه الايماجينري بتساوي صفر يبقى اخذ الايماجينري اساويه بزيرو يطلع لي بيحصل عند اني اوميجا يحصل عند اني اوميجا اخذ الاوميجا اعوضها في الجزء ريال يديني المقدار ده اللي هو الريال ده يطلع قد ايه هل هو قبل الناقص واحد ولا بعد الناقص واحد ساعتها اقول يحتوي على الناقص واحد او لا يحتوي على الناقص واحد هل الكلام ده واضح يبقى لما في عندك تقاطع بهذه الصوره واخد بالك عليا ان انا اجيب نقطه التقاطع ديت انت لما تاخد الجزء الايماجينري يساوي زيرو هيديك النقطه دي ويديك النقطه دي ويديك كمان النقطه ديت يديك ثلاثه فاليوز لان دي درجه ثالثه معادله درجه ثالثه لما تاخد الايماجينري وتساويه بالزيرو يطلع لك معدل درجه ثالثه يديك ثلاثه فاليوز اللي هي انفينيتي والزيرو والقيمه ديت فبعد ما اجيب القيمه ديت اقول والله النقطه ديت قبل الناقص واحد ولا بعد الناقص واحد هل الجي اتش كونتور دوت يحتوي الناقص واحد ولا لا يحتوي طب افرض الناقص واحد جوه هنا اهوت يبقى كم لفه حوالين الناقص واحد
لفتين. لفتين. وبالك في أي اتجاه؟ clockwise ولا counter clockwise؟ clockwise. clockwise. يبقى إنه clockwise إنه القاعدة إنه clockwise تساوي الزيروز ماينس البولز. أوكي. يبقى البولز كانت بكام؟ بصفر. ويبقى الـ number of zeros في right hand side plane ليها لهم قيمة اللي هي تبقى 2 ويبقى السيستم بتاعي unstable. لكن لو كان الناقص واحد برا كبقى الـ n clockwise بيساوي 0 ويطلع الـ number of zeros بيساوي 0 ويبقى السيستم stable. يبقى هنا ده السيستم الثابتي بتاعتك تعتمد على الـ time constants اللي موجودة هنا والجين والكي. تعتمد على الـ values بتاعت الـ a والـ b والـ k. تاخد بالك؟ فيبقى لأي values علي أن أنا أروح أحسب نقطة التقاطع ديت وأشوف هل الناقص واحد جواها ولا براها. أنت لو خدت المعادلة هيت جي اتش وحطيت الاس بجي أوميجا هيطلع لك هذا المقدار. ولما تاخده تحوله إلى ريال وإيماجينري فيطلع لك أن هنا في إيماجين وهنا في إيماجين وده الجزء الريال. فهتاخد الجزء الإيماجين ده وتسويه بصفر. لأن ما فيش أنت بتبقى عايز تجيب التقاطع مع الريال أكسس. فلما أخد زي ما قلت لك طلع أوميجا تو باور 3 طلع ثلاثة فاليوز. من ضمنهم لما تاخد الأوميجا سي مشترك تطلع لك أوميجا سي بتساوي زيرو. وطلع لك أوميجا ثانية اللي هي بما لا النهاية ويطلع لك الأوميجا ثانية اللي هو بجذر AB. اخد الاي بي ده الاوميجا سي اي بي واروح اعوض بيها في الجزء الريال ويطلع لي انها ناقص كي على هذا الكلام. تعتمد بقى على الكي والاي والبي ومطلع لك القيمه دي ناقص واحد او اكثر من ناقص واحد او اقل من ناقص واحد. يبقى دي الخطوات اللي انت تكمل بيها الحل بتاعك. عايزنا حضرتك يا دكتور مكسر. اتفضل. هو ممكن بدل ما اعوض في الماجنيتيود بجي اوميجا اعوض في المعادله بتاعت الانجل بماينس 90 ماينس 180. طبعا ممكن ما اقدرش اقول لك لا مش ممكن. لكن لما افرض عندك مش ثلاث درجه ثالثه بس افرض درجه اكتر من كده يعني درجه ثالثه دي هتجيب الانجل مثلا هتجيبهم ازاي؟ واخد بالك بالتال ماينس 1 او بالتال عندك اكتر من كده هتبقى بالانجل تبقى صعبه جدا. لكن انت هنا بتفصل الريال بتفصل الامجري بتقول والله انا عايز القيمه الريال يبقى الامجري بيساوي زيرو بيحصل عندي اني اوميجا والاوميجا اللي موجوده عندي اعوض في القيمه دي يا محمد. شكرا. اوكي. ف يعني بص الاسهل لك ايه او اللي انت يعني ما ده هيجي بقى ان انت لازم لما تروح تشتغل وتحل مسائل ولا حاجه هتلاقي اني مرتاح في حاجه معينه او بتقدر تعملها بسهوله ومتمكن منها تتبعها مفيش مشكله مفيش اي مشكله. الاثنين المفروض يطلعوا نفس الناتج يعني. طبعا يطلعوا نفس القيمه طبعا. تمام. يطلعوا نفس. طيب يبقى ارجع تاني لي ال البرزنتيشن بتاعتنا. ده من ناحيه الابسولوت ستابيليتي ان انا بحكم على سيستم ستيبل او ان ستيبل. واخد بالك؟ وخلي بالك بتعامل دايما مع الاوبن لوب فانكشن مع جي اتش بس ما بتعاملش مع الكلوز لوب فانكشن. يبقى لو عندي جي اتش اللي هو الفريكونسي ريسبونس بتاع السيستم اقدر اجيبها من الفريكونسي ريسبونس بتاع السيستم بسهوله قوي. واخد بالك؟ اقدر اتكلم واقول السيستم ده بقى يبقى ستيبل او ان ستيبل. طب وكمان اقدر احكم على حاجه اسمها الريلاتيف ستابيليتي. الريلاتيف ستابيليتي بيبقى في عندي تو انديسيز او معيارين اقيس بيهم الريلاتيف ستابيليتي. حاجه اسمها الجين مارجن وحاجه اسمها الفيز مارجن. الجين مارجن اللي هو يعطى ان هو في الرسمه الاخرانيه مثلا كان في عندك هنا تقاطع مع الريال اكسس. النقطه التقاطع ديت تبعد عن الناقص واحد قد ايه؟ كل ما تبعد عن الناقص واحد اكتر يبقى السيستم مور ستيبل. فالريال مارجن بيتقاس ان هو الواحد على قيمه الجي اتش اللي موجوده عندك ان هو لما تبقى الانجل 180 درجه.
واحد عندي جي اتش عندي الاوميجا اللي هي بتعمل كروس اوفر هنا هوت او الانجل 180 درجه. يبقى ادي الجين مارجن واحد على جي اتش على الماجنيتيود او بالديسيبل يبقى 20 لوج هذا المقدار. لما تاخد بالديسيبل يطلع لك 20 لوج واحد اللي هو بزيرو ناقص 20 لوج جي اتش. افتكر بقى الكلمه ديت ناقص 20 لوج جي اتش يبقى الجين مارجن ناقص 20 لوج جي اتش كماجنيتيود عند ال 180 درجه. لما تبقى الانجل 180 درجه او يعني تقاطع مع دي الاكسس بشوف تبعد قد ايه عن الناقص واحد. بشوف الماجنيتيود ديت تبعد عن ايه قد ايه عن ناقص واحد. اشوفها بريشيو واحد على القيمه او اشوفها بالديسيبل اللي هو 20 لوج الواحد على القيمه. فتطلع في الاخر انها ناقص 20 لوج القيمه. ايه هو الفيز مارجن؟ الفيز مارجن عند الناقص واحد هنا خلي بالك عند الناقص واحد ديت الانجل كام؟ 180 درجه. عند الناقص واحد الانجل بتاعتك 180 درجه. فانا باجي ارسم سيركل الريدس بتاعها ناقص واحد تقطع هنا عند نقطه عامله انجل قد ايه؟ عامله انجل ثيتا. عامله انجل ثيتا تبعد عن ال 180 درجه بقد ايه؟ بالفيز مارجن بالفاي ام. يبقى الفاي ام اللي هو الفيز مارجن البعد عن ال 180 درجه اللي هي تحدد القيمه بتاعت الواحد. باخد نفس القيمه واحد اشوف الواحد ده بيحصل عند انجل قد ايه؟ عند انجل قبل ال 180. يبقى معايا فيز مارجن اللي هو يكمل ال 180 درجه. يبقى الفيز مارجن فاي ام يساوي ايه؟ يساوي ال 180 اجمع 180 على الانجل ثيتا. تطلع الانجل ثيتا زي ما تطلع بالبوزيتيف او بالنيجاتيف. هنا الانجل ثيتا مثلا بالنيجاتيف خد بالنيجاتيف اجمع عليها 180 يديك الفيز مارجن بتاعك. السيستم اللي هو ستيبل لازم هتلاقي الجين مارجن دوت هيبقى بوزيتيف ولازم هتلاقي الفيز مارجن بتاعك بالبوزيتيف. ما ينفعش واحد بوزيتيف والثاني نيجاتيف ويبقى سيستم ستيبل. ما ينفعش الاثنين بوزيتيف يا اما الاثنين نيجاتيف. اوكي يبقى الستيبل سيستم دايما هتلاقي الجين مارجن والفيز مارجن بتوعك بالبوزيتيف فاليوز. لو انستيبل هيبقى ده بالنيجاتيف وده بالنيجاتيف. يبقى الفيز مارجن دايما اجمع 180 درجه على الانجل بينما الجين مارجن يبقى 20 لوج الماجنيتيود بس بالنيجاتيف او واحد على الماجنيتيود لو انا عايز ابسولوت جين مارجن. طيب ده اكزامبل تاني تعالى ناخده بالمره واخد بالك. عايز بس اكبر وفي نفس الوقت ابقى ارجع تاني للحاجه. اوكي ده اكزامبل بيقول لك ان جي اتش بيساوي كي على اس تربيع زائد 2. في كام بول؟ في كام بول عندي هنا؟ في عندي 2 بولز عند زائد او ناقص جي 2. يبقى في عندي جي جذر 2 انا اسف جي جذر 2 في بول وفي كمان بول عند ناقص جي جذر 2. ما هماش عند الاورجن بقى دلوقتي. تاخد بالك؟ قبل كده في الاكزامز اللي قبل كده كانت عند الاورجن. دلوقتي هاخد الخط بتاعي يمشي عادي يعدي بالاورجن عادي لكن يجي عند جي جذر 2 يعمل سيمي سيركل يطلعها بره وعند جي ناقص جذر 2 يطلع برده بسيمي سيركل يطلعها بره. او تدخلها جوه وتدخلها جوه اي حاجه. نفس النتيجه. وعايزك تفولو بقى الاناليسيس نفس الكلام. واخد بالك؟ حط الاس بزيرو بوزيتيف بادي عند نقطه واحد اللي هي نهوت. يطلع محط اس بزيرو بوزيتيف تطلع كي على 2. وبعدين هكمل لغايه ما اجي عند الجذر 2 ديت احط ساعتها الاس بكام؟ الاس هتبقى رو الاول جذر 2 جذر 2 او جي جذر 2 زائد رو والانجل ثيتا. يبقى اس هتتحط جي جذر 2 زائد رو الانجل جي ثيتا لان دايما بادئ من السنتر اللي هو جي جذر 2 واجمع عليه فيكتور اللي هو رايح ليه السيمي سيركل الصغيره ديت والثيتا من ناقص 90 الى زائد 90
ما تعوض يطلع لك المقدار اللي قدامك دوت، يطلع لك ان ليها قيمه لما الروت اقول زيرو تبقى ما لا النهايه والانجل ناقص ثيتا زائد 90. يبقى انت بادئ بالكي على 2 واخد بالك، ورايح لما لا النهايه، وبعدين هتلف من ما لا النهايه وترجع لما لا النهايه الناحيه دي، وترجع تاني على الزيرو عند السيمي سيركل الكبيره، وبعدين السيمي سيركل الكبيره بتغير الاتجاه من ناقص 180 الى زائد 180. الى زائد 180 وترجع تلف وتشبك مع النقطه اللي انت بديت بيها او اللي هتنتهي بيها اهو. واخد بالك؟ هتبص تلاقي ان ده عباره عن خط، ده ما هماش مفصولين عن بعض، ده المنقط ده او المشرط ده والسوليد الاثنين واقعين على الريال اكسس، هتلاقيهم بيعدوا على ناقص واحد، هتلاقيه بيعدي على الناقص واحد لا هو بيحتويه واخد بالك ولا هو ولا ناقص واحد براه، الناقص واحد وقع على الكونتور واخد بالك، وعشان كده يتقال عليه ان دوت مارجنال ستيبل، يبقى في الحاله دي يتقال عليه ان هو مارجنال ستيبل. ناخد الجزء اللي بعد كده، ايه علاقه البود مع الاستابيليتي؟ ده شكل البود ده جنب بتاعك اهو، ده شكل البود ده جنب بتاعك. انا قلت لك الفيز مارجن هو اجي عند القيمه بواحد واشوف عامله انجل قد ايه بقيت ال 180، هو ده الفيز مارجن. اجي هنا عند القيمه بواحد، قيمه بواحد اللي هي 10 تو ذا باور 0 اللي هي زيرو ديسيبل، واشوف بيحصل عند اني اوميجا، وانزل تحت على الفيز الاقي ان الانجل بتاعتي ناقص 120، اجمع عليها ال 180 تمديني ان ده الفيز مارجن 60 درجه. طب عايز اشوف ال 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 الجين مارجن، الجين مارجن عند الانجل 180 شوف الجي اتش ده يطلع قد ايه، وشوف 20 لوج جي اتش بس بالناقص، يبقى عند الانجل 180 اهي، جيت عند الانجل 180 طلعت عند الاوميجا اللي بتحصل عندها الانجل 180، طلع لي ادي الجي اتش بالنيجاتيف، لما احط قصاده ناقص اقول ناقص جي اتش، يقوم يطلع لي ان الكلام ده بوزيتيف، يبقى ده الجين مارجن. هتلاقي ان الجين مارجن بوزيتيف والفيز مارجن بوزيتيف والسيستم بتاعك ستيبل. يبقى من البوت بلوت بتاعك اللي هو الرسمه بتاعت الجي اتش اللي هي بتاعت الاوبن لوب، اقدر اجيب الجين مارجن والفيز مارجن. طب افرض في رسمه من الرسومات جه الكروس اوفر بتاعك عند النقطه ديت اهو واخد بالك، ولما نزلت عند اللي هو عند الواحد عند الجيم بواحد نزلت لقيت ان في عندك فيز مارجن بقد كده، افرض النقطه ديت الخط ده كان شيفتد شويه كده ونزل هنا، هيبقى الفيز مارجن بتاعك بالنيجاتيف، 180 زائد حاجه اكتر من ناقص 180 يطلع بالنيجاتيف، يبقى سيستم انستيبل. يبقى لما اعمل كروس اوفر عند انجل اكتر من ال 180 درجه واخد بالك، يبقى السيستم بتاعك انستيبل والفيز مارجن بتاعي بالنيجاتيف. ونفس الكلام بالنسبه للجين مارجن، لما اعمل كروس اوفر ان هو عند ال 180 درجه عند ال 180 درجه الاقي هنا الجين بتاعي بالنيجاتيف، يبقى ناقص الجين هو الجين مارجن، يبقى بالبوزيتيف، يبقى ده بوزيتيف. لكن افرض ال 180 مثلا جت عند النقطه ديت اصبح الجين بوزيتيف، يبقى ناقص الجين نيجاتيف، يبقى السيستم انستيبل. يبقى من البوت بلوت اقدر اجيب الفيز مارجن والجين مارجن، واقدر اجيب او احكم على السيستم اذا كان ستيبل او انستيبل. ده اكزامبل موجود عندك اهو مرسوم كبوت بلوت بالماتلاب واخد بالك، وبقول لك شوف لي الجين مارجن والفيز مارجن، او شوف لي الاول السيستم ستيبل او انستيبل. فاجي هنا عندي الواحد الجين بواحد وانزل تحت الاقي ان الانجل ناقص 150، يبقى معايا فيز مارجن، يبقى السيستم ستيبل والفيز مارجن بتاعي حوالي 30 درجه. او
اجي عند ال 180 درجة واطلع عند ال 180 درجة الاقي ان هنا الجين بتاعي بالنيجاتيف ناقص مثلا حوالي 20 ديسبل او ناقص 18 ديسبل وطيبر او 15 ديسبل حاجة زي كده، يبقى ناقص ناقص لان الجين مارجن عبارة عن ناقص الماجنيتيود بالديسبل، يبقى يطلع الجين مارجن بتاعي 15 ديسبل زائد، يبقى سيستم ستيبل. هل الكلام ده مفهوم يا جماعة؟ ولما اجي من البولر بلوت، من البولر بلوت اشوف نقطة التقاطع ديت الاقيها انها ناقص 0.182 تبعد عن الناقص واحد ان بالمدار ده كله، يبقى اقدر احدد الايه الجين مارجن ازاي، ان هي القيمة الواحد الواحد على القيمة ديت واحد على 0.182 يطلع مثلا خمسة وشوية، 20 لوك خمسة وشوية يطلع لك ال 15 16 ديسبل اللي موجودين عندك دول. واجي عندي اما اخد الريديوس بواحد واجي اقطع نوت او اجيب الماجنتيود بتاعتي بواحد امتى تحصل عند انهي اوميجا، ومحدد الاوميجا ديت ومطلع لي اعوض في الانجل تديني ان الانجل بتاعتي الانجل دي كلها، يوم تفضل لي قد ايه، تفضل لي ال 31 درجه او لما اضيف عليها 180 يعني يبقى تديني 31 درجه و7 من 10، يبقى ده الفيز مارجن بتاعي. ما اقدر اجيبها من البولر بلوت او اقدر اجيبها من البوت دايجرام. ده مثال تاني واخد بالك، عند ال 180 درجه اهو، عند ال 180 درجه واخد بالك بجيب الاوميجا التقاطع اطلع فوق الاقي ان الجين بتاعي بالنيجاتيف يبقى الجين مارجن بالبوزيتيف، او عند الماجنيتيود بتاعتي بواحد شوف التقاطع عند الماجنيتيود بكام، عند يعني اوميجا انزل تحت الاقي ان الانجل ناقص 140 يبقى بقيت ال 180 اما اجمع عليها 180 يطلع لي الفيز مارجن بتاعي ب 40 درجه. اوكي ده ال 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 الملخص بتاعنا بتاع النهارده او المحاضره بتاعت النهارده. اللي عايزه من سيادتك ان انت كل سيكشن معاه الاكزامبل بتاعه اللي بيشتغل عليه، روح ارسم لي البولر بلوت، ارسم لي النايكست بتاعك، وشوف لي الفيز مارجن والجين مارجن بتاع كل سيستم، كل مجموعه وكل سيكشن يعمل الاكزامبل بتاعه باستعمال الماتلاب، يعني منها انك تتمرن وتشوف الـ 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 الحاجه دي شكلها ايه. الحاجه الثانيه انا عايز افرجك بس فيديو عن الاستابيليتي، فيديو شفته ان هو لطيف يعني يبين لك قد ايه الكريتيكال استابيليتي او السيستم لما بقى كريتيكال ستيبل يعني. فخليك معايا واش الفيديو دوت، هعمل لك ديسبلاي له واخد بالك، واشوف ال خليك معايا بعد اذنك. ادي الفيديو اهوت، بس لا الاول لازم اشغل الصوت اشوف الصوت دوت الاول، اطلع من دي الاول من اهو. اوكي طيب هاجي نهوت واقول لسيادتك الاتي، دخل دهوت، لا مش عايز ادخل دلوقتي، عايز وعايز حد يبقى يرد عليا يقول لي الصوره موجوده او الصوت موجود ولا لا. اوكي شغال لك الفيديو اتفرج عليه، يعني هو اللطيف فيه بس ان انت تشوف قد ايه السيستم لما بقى ستيبل او قد ايه هو كريتيكال ستيبل يعني. طيب يعني حبيت افرجه لك انا سيستم الاستابيليتي، حتى الريشه اللي ملهاش يعني الا وزن خفيف جدا اثرت على
الاستابيليتي بتاع السيستم مجرد انها ازاحت الريشه فحصل الامبالانس والعمليه كلها حصل لها كولابس. فالاستابيليتي مهمه جدا في حياتنا، وخاصه بقى لما نكون بنتكلم على سيستمز كبيره في الحياه، سواء سيستم كهربيه او ميكانيكال او اي سيستم تاني في الحياه بتاعتنا. طيب بكره هنبقى المحاضره هتبقى اونلاين، هل الكلام ده سامعينه كلكم؟ حد يرد عليا؟ تمام يا دكتور سامعين. حد المحاضره اونلاين؟ تمام يا دكتور. نتيجه للدربكه اللي حصلت في الناحيه الصحيه، فهيبقى ميعادنا بكره الساعه 12:30، اللي تنبهوا على زمايلكم اللي ما سمعوش الكلام دوت ان بكره المحاضره اونلاين ان شاء الله في نفس الميعاد المحاضره 12:30 ان شاء الله. اوكي، في اي اسئله قبل ما نبدا؟ في اي اسئله قبل ما نقفل المحاضره؟ هو انا عندي سؤال، وفي بنت بتقول ثواني بس هي ما اتكلمتش دلوقتي. يعني اوكي، يعني عندك سؤال خليكي معايا دي واحده بس. دي واحده بس. اتفضلي، ايه السؤال بتاعك؟ في البولر بلوت لما الانجل تكون بنيجاتيف 180 ليه ما بتبقاش على الريال اكس، بتبقى فوقيه او تحتيه؟ لان هي 180 في ما لا النهايه. انت بقى كلامي في ما لا النهايه، فانت نقطه ما لا النهايه مش موجود، مش موجود، مش 180. يعني هي 180 سواء زائد او ناقص في ما لا النهايه، فهي مش موجوده نقطه ما لا النهايه دي، مش موجوده عندك على الرسم، فانت بتحطيها يا اما تحتها يا اما فوقيها. واخد بالك؟ اذا كانت ناقص 180 او زائد 180. وبرده سؤالك كويس قوي. مين معايا اللي بتسال؟ رانيا. رانيا، اوكي يا رانيا. سؤالي كويس يا رانيا، ليه؟ لان الزائد وناقص 180 الاثنين منطبقين على بعض. هل من لما اقول زائد 180 اما اجي ارسمها فوق الريال اكسس ولا تحت الريال اكسس؟ ما الاثنين منطبقين على بعض. مين في محطهم فوق، مين في احطها تحت، ما تفرقش حاجه عندي. لكن اهم حاجه تبقي عارفه ان النقطه في ما لا النهايه، واخد بالك؟ وبالتالي النقطه اللي هتحطيها اوصلها ازاي مع النقطه الاخرانيه، من فوق ولا من تحت، يبقى بلف عدد لفات حوالين الناقص واحد قد ايه، لان هترجعي تاني ل 180 درجه مره تانية في ما لا النهايه. واخد بالك؟ فان موقع النقطه بتاعتك تحت ولا فوق، انت بتحطيها تقريبا على الريال اكسس، بس المفروض تبقى على الريال اكسس فين؟ في ما لا النهايه. واخد بالك؟ ما بتفرقش عندي اي حاجه. يعني هي الفكرة عقبال ما توصل يعني للزيرو، يعني ما بتكونش بقت ب 180. لا، لما تبقى عند قيم فاليو معينة للأوميجا، واخد بالك؟ ما تبقاش 180، تبقى لا إما أقل مثلا 179 أو بالبوستيف، أو لا إما أقل بالنيجاتيف. وعشان كده بقول لك تتحط أنت تحطيها فوق تحطيها تحت، لما هتيجي تكملي الرسمة لازم هتعدي نفسها، يعني تبقى عارفة مين بادئة منين ومنتهية فين. واخد بالك؟ ماشي، تمام، شكرا يا دكتور. طيب اي سؤال تاني؟ مين اللي كان عندها سؤال تاني وكان بتقول ثواني؟ في اي اسئله تانيه ولا نقفل؟ حدش برد؟ طيب اوكي.